بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা, মশকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং আজকে আমরা যে সুরার তেলাওয়াত করব সূরাতুল বাকারার শেষ রুকু। এবং আমার সাথে নিয়মিত উপস্থিত আছেন নাবিল উদ্দিন খান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كل آمن بالله
لا يكلف الله نفسا
سبب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لها ما كسبت وعليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل Yeah.
صدق الله العظيم.